مرحبا شباب، معكم محمد من فريق أكوادي. رجعنا جديد، رجعنا كورس جديد وهو عبارة عن كورس تحويل قالب HTML لقالب WordPress. خلينا نشوف هذا الدرس، شو هي الأمور اللي حتمر معنا في الكورس وشو هي الأمور اللي حنتعلمها مع بعض. بداية هذا هو القالب اللي احنا حنشتغل عليه، وحيتم وضع رابط القالب في الديسكريبشن بحيث اللي حاب يحمل ويطبق معنا يطبق بدون أي مشاكل. البداية خالص حنبدأ ننزل نسخة الووردبريس من موقع الووردبريس.org ونحطها على السيرفر المحلي الخاص بينا، ونبدأ بإنشاء الداتابيز وربط هذه الداتابيز بنسخة الووردبريس، من ثم إنشاء مجلد الخاص بالقالب اللي حنشتغل عليه في المكان المناسب، وحنعرف شو هي الملفات الأساسية اللي لازم تكون موجودة بالقالب بحيث يظهر معنا القالب في منطقة القوالب في اللوحة التحكم، وحنعرف كيف نربط ملفات الـ CSS وملفات الـ JavaScript بالطريقة الصحيحة بالقالب الخاص بينا. بعد هيك حنشوف كيف نقدر نتحكم في كل الجزئيات الموجودة معنا في الموقع من خلال لوحة التحكم. بداية من اللوجو، روابط السوشيال ميديا، حيكون في عنا قائمة خاصة بينا في لوحة التحكم باسم Steam Settings، وهي عبارة عن كل الأشياء اللي احنا بدنا نتحكم فيها. خلينا نفرجكم بشكل سريع، مثال سريع. لو رحنا على الداشبورد، رحنا على الابيرنس، في عنا جزئية الكاستمايز. في هذا المكان حيكون في عنا تاب خاص فينا بيحتوي على الاعدادات اللي احنا حنعملها بناء على الاشياء اللي احنا بدنا نتحكم فيها، مثلا الهيدر، الفوتر، عايزين نتحكم بالشعار، عايزين نتحكم في روابط السوشيال ميديا. حيكون في عنا لكل جزئية معينة مكان خاص بيها نقدر نتحكم فيه، مثلا السوشيال ميديا حيقول لك ادخل روابط الفيسبوك، روابط التويتر والى اخره من هذه الامور. ايضا حنشوف كيف نقدر نتحكم بالصفحات ونعرضها في هذا المكان كقائمه. حنشوف كيف نقدر نجيب اخر المقالات اللي تم نشرها، وكيف نجيب مقالات معينه تابعه لتصنيف معين، وحنشوف كيف نقدر نجيب المقالات اللي احنا بنخصصها او بنعتبرها كفيديو. حنشوف كيف نقدر نعمل سايد بار، وحيكون في عنا اكثر من سايد بار، وكل سايد بار بشكل مختلف، بحيث لو انت محتاج يكون سايد بار الخاص بالهوم بيج مختلف عن السايد بار الخاص بصفحه السنجل بيج. السايد بار اللي هنا حيكون مختلف عن السايد بار الموجود في الهوم بيج. حنشوف كيف نقدر نجيب البيانات الخاصه بالمقال بشكل كامل، متى تم نشر هذا المقال، تاريخ المقال، الديسكريبشن الخاص بهذا المقال، المقالات التابعه لهذا المقال او ريليتد بوست. وايضا من ضمن الاشياء اللي حنعملها هي عباره عن جلب المقالات اللي تم نشرها في تاريخ معين، بحيث لو ضغطت على هذا التاريخ يفتح صفحه ويجيب فيها كل المقالات اللي تم نشرها في هذا التاريخ. ايضا حنعمل السيرش الخاص بالقالب، بحيث لو تم البحث عن مقال معين يروح على صفحه نتائج البحث ويعرض جميع المقالات بناء على الشيء اللي انت قمت بالبحث عنه. ايضا حنشوف كيف نقدر ننشئ الصفحات ونخصص الصفحات ونجيب البيانات الخاصة بالصفحات. ومن ضمن الأشياء اللي حنعملها حنعمل options page، بحيث يكون في عنا إعدادات خاصة بالصفحة. مثلا من ضمن هذا الأوبشن، هل أنت الصفحة هذه محتاج يكون لها background image أو background color؟ في حال أنت محتاج تكون لها background image، شو هي الإيمج اللي أنت محتاج تعرضها في هذه الصورة حتى تظهر معنا مثلا في هذا المكان؟ أيضا هل أنت محتاج هذه الصفحة يكون فيها sidebar بالجهة اليمنى والكونتنت الخاص بهذه الصفحة يكون على الجهة اليسار؟ في حال انت محتاج يكون فيها سايد بار، حدد السايد بار اللي انت بدك تظهره في هذه الصفحة من ضمن السايد بارز الموجودين والمعروضين عندك. ايضا حنشوف كيف نقدر نعمل فورمز كونتاكت من خلال البلاجن اللي اسمه كونتاكت فورم 7. ايضا هذا القالب حيكون عبارة عن قالب متعدد اللغات مالتي لانجوج. حنشوف كيف نقدر نخلي هذا الموقع مالتي لانجوج من خلال البلاجن تولي لانج. ايضا حنشوف كيف نقدر نعرب الكلمات الموجوده معنا في القالب بدون استخدام اي بلاج. شو بتستنى؟ يلا بينا على الدرس الثاني، ولكن قبل لا تنسى تعمل لايك شير وخلي الغير يستفيد، ونشوفكم في درس جديد، ويعطيكم الف عافيه.